الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الحق سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ويقول سبحانه مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم: فإنما عليك البلاغ المبين. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ويقول صلى الله عليه وسلم: نضى الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب مبلغ أوعى من سامع. فرسالة العلماء هي البلاغ المبين، أما الأجر في الدنيا والآخرة فمن الله، والقبول من الله، وعند الله عز وجل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فماذا يا رسول الله؟ لم يعد سيدنا رسول الله بمال أو غنيمة في الدنيا، وإنما ترك تقدير الجزاء لأمر الله، فأعاد الجواب نفس الشرط فقال: فهجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت نيته لله فحسبه أن نيته مع الله، وأنه مع الله، ومن كان مع الله كان الله معك، وإذا كان الله معك فلا عليك بعد ذلك بمن عليك ومن معك. رسالة العلماء هي البيان والأمر بالمعروف بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول الحق سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا لم تكن الوسيلة وطريقة الدعوة حكمة حسنة فلن تؤدي إلى غاية حسنة، بل إن شبه الجملة في قوله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة متعلق بقوله ادعو، أي لتكن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال أهل العلم: الحكمة هي الفقه في القرآن. وقال ابن زيد: الحكمة العقل في الدين. وقال إبراهيم النخعي: الحكمة الفهم في القرآن. وأصل الحكمة ما يمتنع به من السفه، فقيل للعلم حكمة لأنه ينتفع به ويمتنع به من السفه. العالم الحقيقي لا يقع في السفه. ومن ثم فالقرآن حكمة، والسنة حكمة، والفهم حكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بالفهم. ومن هنا قلنا إننا نقوم، إن المنهج الذي نتبناه هو الذي يقوم على إعمال العقل في فهم صحيح الشرع. فالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وما عليك إلا البلاغ. ولكن شريطة ألا نقصر في البلاغ المبين. يقول الحق سبحانه: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. فئة واحدة هي التي نجت. أي فئة؟ التي نهت عن السوء.
ولم تقف موقفا سلبيا، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يقول أهل العلم الفئة التي نجت فئة من ثلاثة، وهي التي نهت عن المنكر، وهناك فئتان وصفهم رب العزة بالظالمين عندما قال سبحانه وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. هذا الأخذ شمل فئتين: من ارتكبوا الوقوع في السبت، ومن غضوا بفعلتهم ولم ينكروا ذلك عليهم. ولذا في الأثر يأمر الله عز وجل ملائكته أن يخسفوا بقرية ظالمة، بقرية فاسقة، بقرية خارجة على منهج الله، فتقول الملائكة: يا رب إن فيهم فلانا الصالح. فيقول رب العزة: ابدأوا به، إنه رأى المنكر ولم يتمعر وجهه لأجلي. ولذلك إن الناس إذا رأوا الإنسان المخرب أو المفسد أو المدمر أو الذي يبث الشائعات أو يبث الأكاذيب أو يعد للتخريب والتدمير أو الفساد أو الإفساد أو يعد لأعمال تخريبية أو إجرامية أو تفجيرية، أو يبث الأكاذيب عبر صفحات مكذوبة مدعى ولم يأخذوا على يديه، كانوا شركاء معه في جرمه. وإنما يجب علينا حماية لديننا وحماية لوطننا وحماية لأمننا أن نأخذ على أيدي المفسدين والمخربين والإرهابيين والمتطرفين، وألا نقف موقفا سلبيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكن أحدكم إمعه، يقول: إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس سوء أن تحسنوا، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم، ولا تتوقف عند اجتناب إساءتهم، إنما تأخذ على يد المفسد وتعمل على منعه عن الفساد بالطرق القانونية. وأكدت وسأظل أؤكد 100 مرة أن الإبلاغ عن الإرهابيين والمتطرفين والمفجرين والمعدين للتفجير والمخربين والمفسدين والمروجين للشائعات وبث الفتن والأكاذيب واجب شرعي وطني على العلماء وعلى كل وطني شريف. نسأل الله أن يجعل وطننا مصرنا أمنا أمانا وسائر بلاد العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.